هنرجع نكمل كلامنا كابتن بلال، لكن احنا كل ما يتعلق طبعا باستعدادات فريقنا لمباراه قبل النهائي في البطوله الافريقيه بنتابعها في فيديوهات وفي بعض الفقرات اللي بتصل الينا واللقاءات اللي بيتم اجراءها عن المباراه. خلونا نشوف اللقاء التالي مع الكابتن محمد يوسف. مستمرين معاكم كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اجواء وبعثه فريق النادي الاهلي وكواليس مباراه النادي الاهلي وفاق ستيف الجزائري. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره كعاده طبعا فريق النادي الاهلي والجهاز الفني في شغل كبير جدا على سريع. ينضم لي الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره، موفقين ان شاء الله يا كابتن يوسف. ان شاء الله تكون المباراه نصيب للنادي الاهلي في جهد وفي قراءه وفي دراسه للمباراه، مباريات الفريق المنافس، لكن بشكل عام حطينا في اجواء السفريه. طمن جمهور النادي الاهلي كابتن يوسف. اهلا بك يا كريم واهلا بكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله وصلنا حوالي ساعتين والحمد لله، يعني قدرنا ان احنا نريح اللعيبه. اي نعم مش الراحه الكامله، لكن كان مهم جدا مستر تدريبه خفيفه يفك فيها التكتيفه زي ما بنقول بتاعت القعده بتاعت الطياره والاتوبيس وكده والسفر اللي هم الاربع ساعات والثلاث ساعات ونص بتوع عملنا تمرينه كويسه خفيفه والحمد لله لسه راجعين اهو. اللعيبه يعني هتجهز ان شاء الله عشان العشاء. يمكن أجلنا المحاضرة بتاعت النهاردة عشان لعيبة تريح، لأن كنا مسافرين من الصبح بدري يوم طويل. فنتمنى إن شاء الله إن احنا بكرة بقى نبقى هيبقى مليء بالأحداث بالنسبة لتجهيز اللعيبة وبالنسبة للمحاضرات والتعليمات الأخيرة عشان يوم المباراة إن شاء الله. نتكلم على الجانب النفسي وبنأكد عليه أكتر من مرة كابتن يوسف معاك ومع مستر باتريس، لكن جلسة كابتن محمود الخطيب الأخيرة مع الفريق في القاهرة بتشوفها إزاي؟ الكلمات إزاي واللعيبة استقبلتها إزاي كابتن يوسف؟ طبعا كابتن محمود حريص واتصل بيا وكان عارف البرنامج، قلت له ان احنا عندنا غدا بعد التدريب، فكان حريص ان هو قال لي هتواجد مع اللاعبين فكان موجود. ودي عاده الكابتن محمود، دايما قريب من الفريق ودايما بيحب ان هو يعني يطمن على الفريق وبيحب كمان يحسس الجهاز واللاعبين ان هو متابع. كان موجود وقعده كانت جميله واللعيبه كمان بتتبسط جدا لما بتقعد مع الكابتن. فالحمد لله يعني يمكن هو يعني نتيجة ظروف بعض الآلام اللي بيمر بيها حريص دائما ان هو يبقى على اتصال وتواصل معانا. ملعب الترتان يمكن اول تدريبه النهارده وفي تدريبه غدا كمان هتكون التدريبه الرئيسيه، لكن بشكل عام يعني اللعيبه دست على الملعب، الاجواء بتاعت الملعب، المدرجات، يعني برضو الملعب نيوز. لا انا شايف الملعب عادي خالص والملعب جدا، واحنا مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حجمه. عندنا هدف، الهدف هو الوصول للمباراه النهائيه، ودايما انت عشان توصل اكيد بتقابل صعوبات، ما فيش حاجه سهله، ده بطوله وبطوله كبيره في افريقيا وبطوله القاره الاولى، فلازم هتواجه صعوبات. الصعوبات دي متمثله ممكن في ملعب مش كويس، مطر، ظروف مناخيه مختلفه، ظروف جماهيريه مختلفه، الحاجات دي كلها احنا متعودين عليها في افريقيا، انا مش عايز اتكلم عليها. احنا عندنا هدف واحد مركزين، مباراه من 90 دقيقه، ايا كان بقى هنلعب في الملعب الترتان، هنلعب في ملعب نجيل طبيعي، هنلعب في اي ارض، مركزين له ان شاء الله. كمان اللعيبه مركزه وكل المنظومه والبعثه على اساس ان احنا ان شاء الله نرجع متاهلين، ونتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنجتهد وبنبذل اقصى ما في سعينا، المكتوب هنشوفه يعني. مش هطول عليك، لكن في اكتر من لعيب رجع بالنسبه لعديم الاصابه، لكن عايز اخص احمد فتحي وصلاح محسن. يمكن صلاح عرفنا ان هو عنده بعض البرد شويه، احمد فتحي كدمه الركبه، ان شاء الله يكونوا باذن الله جاهزين، لكن عايزين نطمن عليهم من خلالك كابتن يوسف. الحمد لله احنا ال 20 لاعب اللي معانا كويسين وكلهم يعني الحمد لله ما فيش اي حد بيعاني، بس انا عايز برضه افهم المشاهدين والناس اللي بتتابع والجمهور، لعيب الكوره دايما ما بيبقاش لنا على مدار السنين اللي بنلعب بيها بنلعب فيها كوره، مش ممكن او وقت نادر جدا اللي انت بتبقى سليم ما فيكش حاجه، اكيد بيبقى يا اما مش عارف عضله وجعاني، يا اما مش عارف انكل رجلي بيوجعني، يا اما عندي ايه. يعني لعيب الكوره دايما بيبقى فيه حاجه، ده نتيجه المجهود اللي بيبذلوه، نتيجه طبيعه حتى اللعبه بتاعتنا يعني. لكن الحمد لله ما عندناش اصابات يعني تمنع عدم اشتراك حد، ونتمنى ان شاء الله التوفيق الفتره في المباراه ان شاء الله. رساله ليوسف المباراه كابتن محمد يوسف، ممكن يقول لكل لعيبه النادي الاهلي بالمباراه دي؟ يعني انا طبعا اهم حاجه ان اتكلمنا معاهم وهنتكلم برضو ان احنا نكون هاديين، مهم جدا ان احنا نكون مركزين، والتركيز ده تركيز لازم ان احنا ما يبقاش فيه تفاعل او انفعالات، مهم جدا. الالتزام بتعليمات الجهاز ومستر كارترون دي مهمه جدا، لان مستر كارترون بيبقى عنده خطوط ونقط كده بيحطها والجهاز بياكد عليها مع اللاعبين، فلازم ان هم يبقوا ملتزمين بيها، دي مهمه جدا. النقطه كمان ان احنا يبقى عندنا المفهوم
ودي برضو اتكلمنا مع اللعيبه فيها ان عندنا مفهوم احنا مش جايين، احنا جايين عشان نجيب جون، جايين عشان نهاجم. فدي برضو من الحاجات اللي بنأكد عليها. نتمنى ان شاء الله نكون موفقين المباريات دي، مباريات بالتوفيق بيلعب فيها دور. احنا بنحترم فريق وفاق احترام كامل وكبير جدا. في النهايه نتمنى ان شاء الله نكون موفقين ان شاء الله.